والشوارع هاي الجديدة أفرقت معانا بين الشوارع هاي وبين الشوارع القديمة. احنا اليوم صرنا نمشي بالسيارة واحنا متريحين، أول ما كناش نمشي كسرنا السيارات وكسرنا الدنيا. اليوم الحمد لله كل الشوارع منيحة عنا صارت، وسياراتنا صارت تمشي على شوارع منيحة ونظيفة. والله طلع زي ما انت شايف يعني وين كنا وين صرنا اليوم. يعني أول بقى الشارع مطبش ومكسر، وهي اليوم الحمد لله شوف ما شاء الله، إن شاء الله أنهم مسوين أخرى الشوارع الطرق كلها هيتها. المشاريع اللي بتقوم فيها USAID يعني مشكورة في محافظة نابلس، وبشكل رئيسي لتعبيد الطرق الرئيسية اللي موجودة في المحافظة، بتلعب دور رئيسي في التسهيل على حياة الناس وعلى حياة المواطنين في التنقل من المناطق المختلفة بأمان وبسهولة، لأن الشوارع مجهزة يعني بشكل مناسب وعلى أعلى يعني درجات التجهيز. فائدة اليوم كان في جنين نابلس كان خط السير متواصل، الفائدة للجميع للسائق وللمواطن لسرعة الوقت، وهذا سرعة الوقت كان شيء مهم جدا، أجا برفع أول شيء رفع مستوى الدخل في المنطقة، خفض نسبة البطالة، وهي من المواضيع الإيجابية اللي أدت إلى هذا العمل، أدى إلى نتائج جيدة جدا وممتازة في محافظة جنين. وهذه مشاريع جزء من مشاريع USAID العظيمة اللي بالبنية التحتية في منطقة دي. أنا بشكر USAID، بشكر كل القائمين على مسؤولينها، بشكر دافعي الضريبة الأمريكية على هذه المساعدات اللي بقدموها للشعب الفلسطيني، وأخص بالذكر هاي المشاريع المستدامة ومشاريع البنية التحتية في المنطقة. كان يعني مباشر، الأطفال على كلته بيمركوا من هنا بأمان، ما في سيارات يعني، وفي نفس الوقت صار سهل الشارع للناس، بقى كله مطبات وحجار وهيك محفر، أكيد أمان، ولو أنه يعني في شوية سرعة في بعض الشفرية يعني صاروا يسرعوا، ولا بشكل عام منظر وحضارة، بعدين أرصفة ولافتات كله من هذا النوع كان كويس بالنسبة للناس، وارتاحوا الناس ولو انه كان في بدايتها التعب وفتره طويله 14 كانوا. لا شك انه البنيه التحتيه لها دور كبير في ترويج السياحه في المنطقه. كل الاحترام لليUSAID، احنا كل من يقوم بتنميه هذا البلد بنكون احنا شاكرين له باسمي وباسم ابناء الشعب الفلسطيني، لها مردود طيب على البلد. لا شك انهم لهم عده مشاريع، مش فقط بس ترميم شوارع ولا فتح شوارع، في لهم أبنية، في لهم مدارس في المناطق، في كل القرى وفي كل محافظات الوطن، لهم مشاريع ولهم لمسات في الأرض الفلسطينية. الشارع كان بالبداية يعني كان صعب، كان في إجور كثيرة، كان ذياك صعب الحركة فيه، الناس بتعرف محلات تجارية على جنب الشارع والكل بده يوقف يعني يأخذ بضاعته ويطلع، فكان ذياك مع إجور كان فيه، كان يأثر على السيارات الجديدة وحتى على السيارات القديمة كان يأثر. فالآن يعني صار شارع سهل وساع مرتب حلو منيح المشي عليه، بتضايقش اذا يعني بتوقف سياره على جنب، طبعا ممتازه جدا، لانه انا يعني بدون مؤاخذه وكان نروح على رام الله نقعد ساعتين، هسه بنروح على رام الله بنقعد معنا ساعه الطريق، يعني صار اسهل، صرنا نتريح بمشاويرنا كسائقين. حديث عن المانحين في قطاع الطرق، احنا عمليا بنتحدث عن المانح الاكبر في قطاع الطرق اللي هو الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، واللي احنا بصدد اليوم إنهاء مشاريع الطرق بأطوال ما تقارب 50 كيلومتر بما يعادل ما يزيد عن 30 مليون دولار
كلفتها الإجمالية من قبل تمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا شيء مهم لتعزيز برنامج الحكومة الفلسطينية فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.